السيت كومز تعتبر هي اشهر نوع من الكوميديا بالنسبه للمسلسلات. طبعا في مسلسلات كتير بتقدم كوميديا بره اطار جو السيت كومز، بس خلينا متفقين ان افضل واشهر مسلسلات كوميديه كلها جوه اطار السيت كومز. طبعا بما اننا جبنا سيره الاشهر فاكيد هنقول فريندز وهاو اي ميت يور ماذر. انا بقول الاشهر مش الافضل، لان الحقيقه انا مش من فانز المقارنات، بحب استمتع بكل حاجه لوحدها، والموضوع ده صحي جدا انصح بيه. يعني الكوميديا بالذات حاجه نسبيه جدا، صعب تلاقي نفس الحاجه تضحك كل الناس وهكذا، بل انت ممكن تكون بتتفرج على نفس الحاجه وتضحك على حاجات معينه وحاجات تانية لا. فالكوميديا بالذات لنا ولا انت ولا غيرنا لينا الحق اننا نقول ان ده اعظم مسلسل كوميدي في التاريخ، تقدر تقول بالنسبه لي، ولكن صعب حاجه معينه زي ما قلنا تضحك كل الناس. انا محمد مصطفى ودي قناه سينما باكس. Wait for it. السيت كومز الناجحه بتبقى مبنيه على حاجتين، كوميديا كويسه او قصه حلوه، لو عندك الاثنين كتر خيرك، ولكن وجود عنصر واحد من الاثنين دول ناجح جدا كفيل انه يخلي الناس ما تركزش في اي حاجه تانيه. على سبيل المثال عندك مسلسل ساينفيلد، مسلسل ما اعتقدش انه كان مبني على وجود قصه او حاجه ثابته، ولكن الكوميديا فيه عاليه جدا ومتقدمه صح، وده قصدي على موضوع انك عندك كوميديا كويسه او قصه حلوه. مسلسل بقى فريندز وهاو اي ميت يور ماذر، موضوع الفيديو بتاعنا، لو داخل الفيديو ده فاكر اني هحطهم الاثنين في ماتش ملاكمه قصاد بعض ونقطع فيهم بقى، فاسف اني خايف ظنك، لان الحقيقه انا مش بفضل مسلسل فيهم عن التاني. وهنا نيجي للنقطه اللي قلناها بتاع القصه والكوميديا. المسلسلين على الرغم من التشابه الكبير جدا بينهم، الا ان قصه مسلسل فريندز مش بنفس حبكه قصه مسلسل هاو اي ميت يور ماذر. مسلسل فريندز شئت ام ابيت بالنسبه للارقام وخلافه من الداتا والفانز وغيره هو اشهر واعلى مسلسل كوميدي في العالم، ولكن قصه مسلسل هاو اي ميت يور ماذر كانت افضل، والاهتمام بالتفاصيل والسرد احسن، في حين ان كوميديا مسلسل فريندز اعلى بكتير، وده مش معناه ان هاو اي ميت يور ماذر مش كوميدي او مضحك، ولكن فريندز اعلى سيكا في النقطه دي، وده على الاقل بالنسبه لي مش شرط يعني. وفعلا ما نقدرش ننكر ان في حاجات في مسلسل هاو اي ميت يور ماذر شبه منحوته بمسلسل فريندز، وهقول لك على امثله في اخر الفيديو، بس ده ما يقلش من المسلسل خالص باي شكل يعني. شخصيات المسلسلين الحقيقي بينهم شبه كبير جدا، وفي نفس الوقت متقدمين بشكل مختلف تماما من ناحيه التمثيل وغيره، مفيش حاجه منحوته 100% اقصد يعني. يعتبر روس قصاده في مسلسل هاو اي ميت يور ماذر شخصيه تيد، شخصيه ريتشل قصادها رابن، محور الحب والاهتمام في المسلسل، شاندرا ومونيكا قصادهم ليلي ومارشال اللي هو الثنائي المثالي، جوي بقى صعب تقول ان بارني قصاده، لان في الحقيقه بارني هو نتيجه انك جبت شخصيات جوي شاندرا وروس وضربتهم في الخلاط. That's a lie. وده مش معناه اني شايف الشخصيه مبتذله، بل بالعكس نيل باتريك عمل واحد من الادوار الايقونيه في المسلسل، وعلى عكس مسلسل فريندز اللي موجود فيه ست شخصيات شايلين المسلسل، لو شلت شخصيه بارني من المسلسل ما اعتقدش ان المسلسل كان هيتقارن حتى بمسرح مصر يعني. لان شخصيه بارني ليها دور كبير جدا في المسلسل وفي الكوميديا بتاع المسلسل بشكل عام. I request the highest of fives. اما بالنسبه لفيبي بقى فلا، مفيش حد قصادها، لان خلينا متفقين فيبي كانت في عالم تاني لوحدها يعني. Thank you my babies. بالنسبة للقصة، مسلسل هاو اي ميت يور ماذر عارف ازاي يعمل قصة صح ومشوقة. في مسلسل فريندز شخصية راس بديهي جدا كان معروف هينتهي مع مين في الاخر، اللي هي ريتشل ومحور الحب في المسلسل، لذلك مهما خلوا راس كان يتجوز كتير او يخش في علاقة جديدة كان معروف انها مش هتكمل، لان كده كده ريتشل هي الوان اند اونلي زي ما بيقول. على عكس هاو اي ميت يور ماذر محور القصة هنا هو الام، ازاي قابل تيد الام. وعلى الرغم من اننا قلنا ان رابن هي محور قصة حب في هاو اي ميت يور ماذر، الا ان هنا من اول المسلسل هيكون واضح انها مش الام، وده هيخليك تمشي طول المسلسل وانت تتفرج هتتجنن، هل دي الام، هل دي، هل دي، هكذا. وطريقة سرد القصة تمشي وتبقى خلاص مقتنع ان دي الام وهوب لا وهكذا. ريتشل هي محور الحب الاساسي في فريندز وكل حاجة كانت بديهية، ولكن رابن هنا هي مجرد محور واحد في الحب، مش المحور الاساسي، بل المحور الاساسي زي ما قلنا هي الام، ده عنوان المسلسل حتى يعني. وده اللي يميل الكفة شوية بالنسبة للقصة، وصدقني عارف ان الكلام ده تحسه فعلا مقارنة، لان هو مقارنة، بس مش غرضها اثبات مين الاحسن او لا، بل غرضها اثبات ان على الرغم من وجود حاجات تميز كل مسلسل عن التاني وحاجات غلط في كل مسلسل برضه، الا انهم حقيقي ما تقدرش تحدد على اساس الحاجات دي هل فعلا حد احسن من التاني ولا لا، وان المسلسلين قدروا يعملوا حاجات تتخلد في تاريخ السيت كومز بشكل عام. النهايات، طبعا خلينا متفقين ان نهايه اي عمل مهمه وخصوصا المسلسلات، انت ممكن تعمل مسلسل للتاريخ وتبقى ماشي زي الفل ومفيش حاجه زي كده تاني، وتيجي في النهايه بس تهد كل اللي انت عملته،
مسلسل فريندز وهاو اي ميت يور ماذر مش نهايات مثاليه، ولكن فريندز نهايته في رايي افضل بكتير من هاو اي ميت يور ماذر، على الرغم من وجود حاجات مستفزه. مثلا دلوقتي انا قعدت 10 مواسم بتابع قصه حب راس وريتشل، تمام؟ يعني مش من حقي اشوفهم حتى بيتجوزوا او حتى بيتقدم لها، عارف انهم رجعوا مع بعض وكل حاجه، بس يا راجل كل الخواتم اللي قدمتها في المسلسل دي ومهنش عليهم نشوف الخاتم اللي كلنا كنا عايزين نشوفه. يعني حتى بعد ما المسلسل يخلص مشهد كده اللي هو بوست كريديت سين اي حاجه يعني. وجوي اللي حقيقي شخصيته اتظلمت في المسلسل، زي ما بدا زي ما خرج كلهم حياتهم بقى فيها لنفسهم فيه، والراجل الغلبان ده ما خدش نصيبه غير من علاقه كانت واحده من الكوارث اللي في المسلسل ده. ولكن بعيدا عن دول النهايه كانت كويسه وكان فيها تفاصيل صغيره حلوه، زي على سبيل المثال المسلسل بدا برد ساركاستيك من تشاندلر كوكي خلص برضو برد ساركاستيك من تشاندلر في الناحيه الثانيه بقى هاو اي ميت يور ماذر عملوا نهايه كانت صادمه لدرجه ان هم بعد كده اضطروا يعملوا نهايه ثانيه، هتلاقيها موجوده لو عملت سيرش على اليوتيوب. المشكله في النهايه هنا هي مش وحشه بس صعبه وحقيقي مش متوقعه خالص، اللي هو فعلا ما كانش حد متوقع ان ده هتبقى النهايه، وفي حاجات كتير مش منطقيه وما كانش لها لازمه تتعمل. النهايه بالنسبه لمسلسل كوميدي صعبه جدا، لو دورت على اراء الناس هتتصدم ان في ناس فعليا دخلت في اكتئاب حقيقي بسببها. اللي اكبر صناع المسلسل اللي يعملوا نهايه تانية لان رد الفعل وقتها كان صعب جدا بالنسبه للنهايه اللي عملوها. نيجي بقى للحاجات اللي هاو اي ميت يور ماذر يعتبر نحاتها من فريندز، وده للمره الالف مش تقليل من هاو اي ميت يور ماذر، ولكن لازم لما نيجي نتكلم على حاجه نبقى شاملين وواضحين. رقم واحد هو التشابه بين الشخصيات، طبعا التشابه كبير جدا، ولكن في حاجات بقى معينه كانت مثلا خاصه، زي شخصيه تشاندلر ما كانش بيعرف يتصور، لو تفتكر في حلقه كامله موجوده على انه ما بيعرفش يتصور وما بيعرفش يقف قدام الكاميرا. نيجي قصاده شخصيه مارشال هنا برده نفس الكلام، ما بيعرفش يتصور، وفي حلقه فيها اجزاء كبيره بتتكلم عن الموضوع ده. قصادها جوي وبارني، جوي في الحلقه بتاع كان قصاد تشاندلر ان هو بيعرف يتصور كويس، بارني قصاد مارشال هنا اللي هو ما بيعرفش ياخد صوره وحشه. رقم 2 جو اللي هو متجوز تشاندلر ومونيكا، وفي الناحيه الثانيه بارني اللي هو متجوز مارشال وليلي، طبعا مع اختلاف طريقه التقديم، بس كشخص شايف المسلسلين مش هتقدر ما تربطش دي بدي، وخصوصا ان بارني جينا اكتشفنا ان هو فجاه كده وسط الحلقه دي مع الرخصه اللي هي ينفع يتجوز بيها اي حد، فكان طبيعي تربط حاجه زي كده لو انت شايف المسلسلين يعني. نيجي بقى لحاجه في شخصيه تشاندلر، وهي لو خدت بالك ما كانش حد يعرف وظيفته، كان دايما جوك في المسلسل لانهم مش عارفين الوظيفه ان هو بيشتغل ايه بالظبط. فهو ميت يور ماذر بارني هو كمان محدش عارف وظيفته ايه. Seriously, what is it that you do? Please. Okay, seriously, what do you do for a living? Please. Are you finally going to tell me exactly what your job is? Please. لغايه وقت معين في المسلسل هنعرف زي تشاندلر برضو لما جينا في وقت معين عرفنا. Not statistical analysis and data reconfiguration. I quit and you learn what I do? Provide legal exculpation and sign everything. الحاجة الايرونيك جدا بقى ان الشخصية دي لو تفتكرها في فريندز اللي مايك سابها في عيد ميلادها عشان يرجع لفيبي، في الحقيقة في هاو ميت يور ماذر برضه لو خدت بالك تيد برضه سابها في عيد ميلادها، ودي في الحقيقة حاجة بعتبرها زي هزار كده بين المسلسلين، لان استحالة حاجة زي كده تبقى صدفة. This is the worst birthday ever. طبعا في احداث وحاجات تانية كتير ومشاهد، بس مش هقولهم عشان ما يبقاش باين ان انا بهاجم مسلسل على حساب مسلسل تاني، لان زي ما قلت حقيقي المسلسلين دول بالنسبه لي ليهم مكانه خاصه، خصوصا ان كل واحد فيهم شفته في فتره كانت مش حلوه قوي في حياتي وكانوا سبب ان هم يخرجوني من المود اللي مش كويس اللي انا كنت فيه. ده غير الرحله اللي بتعيشها مع شخصيات المسلسلين وبتحس انك في مرحله ما وقيت واحد منهم، غير الحاجات الجميله اللي نتعلمها من المسلسل عن الصداقه والعيله وخلافه. بكده يبقى وصلنا للنهاية، احب اشكرك لو كملت الفيديو للاخر ووصلك وجهة نظر، لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناة وتفعل جرس الاشعارات لو حابب يوصلك الفيديوهات الجاية، ولو حابب تقولي في التعليقات برضو ايه المسلسل منهم المفضل اكتر بالنسبة لك، والى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله.